هم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله عباده. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله شديد العقاب. سريع الحساب. الله سريع الحساب. وإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. الله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك الذين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هنالك تلي وترزق من تشاء بغير حساب هنالك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ولا عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها بينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فنادته الملائكة تقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا قال أنى لك هذا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال وجد عندها رزقا قال أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال ربي إني أسألك إني أسألك ذرية قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة حصورا ونبيا من الصالحين. ونبيا من الصالحين ونبيا من الصالحين قال ربي أن قال ربي أن يكون لي غلام أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك قال 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 كذلك قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين واركعي مع الراكعين. إذ قالت الملائكة يا مريم واسجدي واركعي مع الراكعين واركعي مع الراكعين. وذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم